وعودة لكم مشاهدينا، والآن إلى ختام فقرتنا ونكهة الحلقة اليوم مع فقرة الخطاط شادي عيد وفقرة الخط، وبترككم هلا مع صفاء والأستاذ شادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي وفيكم مشاهدينا في الفقرة، فعلا يعني ختامها مسك، فقرة الفن والإبداع والخط العربي الجميل متواصلين في هذه السلسلة ربما في الخط العربي. أستاذ شادي، يعني خبرنا اليوم ما الجديد في هذه الحلقة؟ بصراحة سوف نكمل ما بدأنا به في الحلقات السابقة، طبعا نتيجة كثرة الدروس. نعم. وفي كل حلقة كنا نتحدث عن شيء من تاريخ الخط أو عن قصة من قصص الخط العربي. سوف أحاول الآن أن أبدأ في الكتابة مباشرة، اليوم حركز على التدريب طبعا لكي نستغل وقتنا. نعم. أكثر ونعلم أكبر قدر ممكن من هذه الدروس. يلا بسم الله نبدأ إن شاء الله. في الحلقة الماضية أحد الدروس لم يكتمل وهو درس مهم جدا. نعم. سوف أكمل القسم الآخر من الدرس ثم نبدأ في الدرس التالي. كنا قد تحدثنا عن حرف الواو سابقا، والآن سوف نتحدث عن حرف الفاء. هو يشبه تماما حرف الواو، حرف الفاء، فاخر في كلمة فاخر هنا. عبارة عن نقطتين ثم ألف. حرف الخاء هنا يشبه حرف الدال المقلوب تماما. موضوع الخطوط، يعني كنا قبل قليل كمان عم نتحدث عن المدارس والدراسة، فهيك لفت انتباهي انه فعلا احيانا بيكون الواحد خطه جميل لكن لما يجي يتعلم الخط ربما لا يتقنه، والعكس صحيح، هناك خطوط في الكتابة غير جميلة لكنه عندما يخطط هو فنان، فهل هناك علاقة ام ماذا؟ يعني القضية لا يوجد علاقة، لأن الفن الخط هو فن مستقل له قواعد وله أسس. إذا كان الإنسان في كتابته العادية خطه سيء وأراد تعلم فن الخط العربي، يستطيع بكل بساطة بعد تعلم أسرار هذا الفن أن يتقن الكتابة ويكون خطاط ذو خط جميل في الخط العربي، لكن كتابته العادية ربما تكون ليست جميلة. يعني الموضوع متعلق ومكتسب أكثر منه. تمام. يعني بعض الأشخاص يقول أنا عندما أكتب في القلم العادي يكون خطي جميل، هل يمكن أن أكون خطاط؟ نعم. كل إنسان يستطيع أن يكون خطاط إذا درس وتعلم أسرار هذا الفن. يعني الموضوع لا يرتبط إذا كان خطي في الكتابة جميل وبالتالي أنا خطاط، وإذا كان سيء وبالتالي أنا لن أكون خطاط، لا علاقة له. وعلم إذن واجتهاد. تماما. لكن يعني حتى هذه اللحظة نحن كل ما نكتبه يعتمد على الأمور الأساسية التي أخذناها في أول حلقة، لكنها مشتقة من بعضها. يعني أن الشخص المتابع يستطيع أن يفهم ما هي هذه الأمور. في كمان الأسطر الموجودة على الورقة يمكن مش واضحة كتير عند المشاهدين لأنها بقلم رصاص، لكن ضروري يكون في الورقة مسطرة ربما حتى الواحد يكون دقيق فعلا في قياسات الحروف. طبعا يعني الغاية، أنا تحدثت في الحلقات السابقة عن أن الكلمة يجب أن تأتي على السطر تماما. وبالتالي يجب التسطير. نعم. كنا في بدايات التعلم في تعلم فن الخط العربي نضع، قلت أيضا، عدة أسطر، سطر القمة وسطر القاع وسطر الأساس، هي تساعد أيضا المتعلم. هل هناك ورق خاص لتعلم طبعا الخط؟ يوجد الورق هذا الذي نكتب عليه، والورق اللاسي أو الورق الكوشي كما يقال في التركي. الكوشي أو كوشيكاد. كوشيكاد أو الجلاسي. هذه حركة تشبه حركة النقاط الثلاث، ثم نصل من هنا. كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن أن حرف الراء يكتب في عدة مقاييس عندما يكون موصول. إذا كان قبل الراء كلمة ممدودة طويلة نستطيع أن نكتب الراء بحجم قصير، أما إذا كانت ما يوصل قبل الراء هو حركة قصيرة. نعم. تأخذ الراء حجمها الطبيعي. هنا رأس الواو يشبه رأس الفاء والقاف لكن موصول بالراء، والراء طبعا ترسم، نهايتها ترسم. حرف الميم هو عبارة عن ثلاث نقاط بسيطة
وخط مستقيم. تلون بعض الحروف والأخرى لا، يعني مثلا الفاء هي مغلقة طبعا، في الصاد هي مفرغة من الداخل، الفاء في فقط تكون مفرغة في وسط الكلمة. هكذا قاعدة هذا الخط هكذا، لكن مثلا في خط الثلث الفاء دائما تكون مفرغة. وبالتالي حسب نوعية الخط، يعني الآن فقط أحب أن أشرح في عجالة بعض الأمور. كنا قد تحدثنا سابقا عن أن هذه الطريقة التي توصل فيها حرف الراء مع ما قبلها شيء يشبه حرف الإكس تماما، ويجب أن يكون هذه الزاوية ضرورة تكون موجودة تماما، يجب أن تكون نقطتين هنا مثلا، نقطة ونصف، لأنها تسبقها مسافة طويلة من الكلمة، وبالتالي حتى لمحافظة أن تأتي الكلمة على نهاية السطر. حرف الحاء هذا الشكل هو تماما حرف دال مقلوب، حرف دال مقلوب، هذا حرف الدال، إذا أكملته من هنا بهذا الشكل يصبح لدينا حرف الحاء. حرف الفاء كما تحدثنا سابقا أيضا هو يشبه حرف الواو، له حركة تبدأ بهذا الشكل، قوس بسيط جدا، ثم حركة بهذا الشكل، بعد دمج هاتين الحركتين نحصل على هذا الشكل. ثم هنا إذا أضفنا الراء تصبح واو، إذا أضفنا كأس النون تصبح قاف، إذا أضفنا كأس الباء تصبح فاء. الصاد أيضا هنا طولها نقطتين من هنا ومن هنا نقطة، وهي عبارة عن شكل النقاط الثلاثة تقريبا، موصولة بنقطتين من الأسفل لكن مع ميل بسيط هكذا. أنا إذا أردت أن أرسم نقطتين أقوم بخط مستقيم بشكل مباشر، إذا أردت أن أعطي هذا الشكل المدبب أنحني بالقلم بشكل بسيط وبالتالي أحصل على هذا الشكل. تماما، هذا فيما يخص هذا الدرس، طبعا هو من الدروس المهمة. الآن سوف نبدأ بدرس آخر وهو درس مهم أيضا، يتحدث عن حرف الكاف في عدة مناطق. هي كلها تطبيقات اليوم على الدروس اللي تمت في الحلقات السابقة. طبعا كل ما تقدمنا أكثر في الدروس تأتي أشكال أكثر تعقيدا وأمور تدمج كل ما أخذناه سابقا في الدروس السابقة. الآن نبدأ في الدرس الآخر. هنا حرف التاء تماما يشبه حرف الدال، حرف الكاف نبدأ به بحركة تشبه حركة الدال، طبعا موصولة هكذا، ثم صعود. هل في نوع من الورق ما بيصدر فيه أثناء الكتابة هذا الصوت للقلم؟ يعني لا أعتقد، الورق الذي يصدر هذا الصوت يدل على أنه ورق ذو نعومة معينة يساهم في سير الحبر بشكل سلس، ما بيكون جودة يعني للكتابة. يعني الورق الذي يمتص الحبر يصعب عملية الكتابة، وبالتالي يجب أن يكون الورق أملس لكي تكون الكتابة أسهل. هذا حرف الكاف في إحدى أشكاله، ما تكاسل كاظم. هنا مثلا حرف الظاء أكتبه من مكان مرتفع لكي أحافظ أن تأتي نهاية الكلمة على السطر. ممكن يصل الخطاط لمرحلة يكون هذا خطه الاعتيادي، خط يعني منظم بطريقة وبقياسات دقيقة. يعني طبعا إذا، لكن أثناء الكتابة يعني السريعة يصعب كثيرا أن تضبط كل شيء، الموضوع يعني مستهل يعني. لكن من يحاول تعلم تحسين الخط، هذه الدروس التي تعلمناها هنا، من يحاول أن يكتبها في القلم العادي يستطيع أن يحسن خطه إلى درجة كبيرة جدا، ومع المراس يصبح حتى وهو يكتب بشكل سريع خطه جميل ومقروء. مفروض الإملة في المدارس هيك تكون بهذا يعني. سابقا كل العلماء، كل العلماء والأطباء كانت من الأمور التي يدرس، أهم الأمور التي يدرسوها هي أمر الخط طبعا.
كل العلماء المشهورين كابن النفيس مثلا كان خطاط، كان عالم في الفلك والرياضيات في نفس الوقت، يعني كانوا يدرسون شتى أنواع العلوم، والخط كان من الأمور الأساسية أيضا. السلاطين كما قلنا، السلاطين في الدولة العثمانية كانوا كلهم أيضا يهتمون في الخط بشكل كبير جدا، لكن الآن مع الأسف يعني هنالك عرف كل يعني الشخص الذي يكتب بخط سيء جدا يقول عنه أنه طبيب. خط الدكتور بالضبط الذي لا يقرأ. هناك مقولة جميلة جدا للإمام علي رضي الله عنه يقول: الخط الحسن كالقول الحسن يزيد الحق وضوحا. يا سلام، جميلة هاي العبارة. هناك أيضا أقوال كثيرة جميلة تقال في أمر الخط وأمر القلم، كمثلا المقولة التي تقول: عجبت لأمر القلم يشرب ظلمة ويلفظ نورا. هناك أيضا الخطاط المعروف ياقوت المستعصمي الذي تعرض إلى عملية بتر، بترت يده. كان هو وزير، الوزير بن مقلة عفوا، حيث قال شعر جميل، قال فيما معنى الشعر: عجبت لحظي ازجاد لي بخط يفوق بأجزائه، وأعوزني فيه من نقطة تكون على الحاء على الضاء من حائه. عجبت لخطي إذ جاد لي بخط يفوق بأجزائه، وأحوجني فيه من نقطة تكون على الضاء من حائه. يقول يعني أن لي خط جميل وليس لي حظ، يعني أنا أريد النقطة أن تكون من فوق الخاء إلى فوق الطاء لتصبح حظ. لحظ. هي مهارة تحتاج لممارسة، يعني أدنى الواحد يكتسبها لكن بحتاج يحافظ عليها بالممارسة المستمرة لهذا الخط. طبعا التدريب شيء مهم جدا. يعني كان الخطاط الحافظ عثمان عندما يقوم في كتابة القرآن في كل يوم كان يقوم في التدرب، وبنفس الوقت كان إماما للمسجد، فكان يتفرغ في يوم الخميس للتحضير لصلاة خطبة الجمعة، وبالتالي لا يكتب الخط، فكان يميز الكتابات التي يكتبها في يوم الجمعة عن كل الكتابات التي كتبها في الأيام الأخرى، لأنها انقطع يوما عن الكتابة فقلت. وبالتالي يقول أنا أستطيع أن أخرج كل الكتابات التي كتبت في هذه الأيام بين كتاباتي. يا سلام، هذا تحتاج فعلا لهدوء. طيب نحاول نشرح بعض بالضبط، يعني نحاول تكون هاي آخر جملة لحتى نشرح عليها. تماما، وهو كذلك للوقت. طبعا هذا السطر يتحدث عن حرف الكاف، وهو الحرف الجديد لدينا هنا. طبعا يوجد حرف الضاء أيضا. حرف الكاف كما تحدثنا هو عبارة عن شيء يشبه حرف الدال، لكنه موصول بهذه الحركة البسيطة تشبه حركة الثلاث نقاط. وبالتالي عندما أكتب كلمة تكاسل مثلا كتبت هنا حرف الدال، ثم من هنا حركة تشبه حركة النقاط الثلاثة، حركة دائرية موصولة بدال مدموجة مع الحركة السابقة، ثم صعود للأعلى، ثم أضع هذه الألف المائلة وبالتالي أحصل على حرف الكاف. المقاسات طبعا من الأعلى تكون نقطتين أو الأحرى نقطة ونصف، من هنا نقطة تميل عن السطر بنقطة وتكون هذه نقطتين. أيضا حرف الضاء هو يشبه حرف الضاد تماما، عبارة عن ثلاث نقاط مع حركة بسيطة بهذا الشكل، هي عبارة عن حركة تحتوي على حرف إس، حركتين متعاكستين، وطبعا أضع لها حرف الألف وبالتالي أحصل على حرف الضاء. حرف الميم تحدثنا عنه سابقا. الكاف طبعا نستطيع أن نضع لها هذه الحركة، ونستطيع أن نضع أيضا هذه الحركة. وبالتالي لدينا عدة أشكال حتى نستطيع أن نكتبها. بالنسبة للطريقة القديمة مثلا شكا، نادرا ما نجدهم يكتبون كلمة شكا مثلا بهذا الشكل،
هم يفضلون أن تكتب بهذا الشكل مثلاً. عند كتابتها في الوسط نستطيع أن نكتبها بهذا الشكل، إما نضع الكاف هكذا أو نضع الكاف هكذا. نعم. تحدثنا عن المقاييس. هذه الحركة أيضا هي عبارة عن شيء يشبه ثلاث نقاط ثم حركة بهذا الشكل. طبعا مع مسار القلم أنا بعد أن أحافظ عن طريقة مسك القلم بشكل صحيح، عندما أحاول أن أرسم هذا القوس سوف أحصل على هذا الشكل بشكل سهل يعني. نعم. الموضوع ليس فيه صعوبة. حرف الراء وحرف الزال طبعا تحدثنا عنه سابقا. التاء باء طبعا الوصل هي عبارة عن حركة تبدأ بهذا الشكل ثم أيضا حركة تشبهها مع حرف الباء تماما. وبالتالي الوصل نحصل على منطقة الوصل بهذا الشكل بهذا الشكل تماما. نعم، يعني كل الشكر لك أستاذ شادي عيد، وأكيد بإمكان مشاهدينا العودة للدروس السابقة في الخط العربي عبر قناتنا على اليوتيوب قناة دار الإيمان، ويعني التدرب والاستمرار فعلا في تعلم هذه المهارة الجميلة. عودة عندك إسراء. مشاهدينا في ختام حلقتنا بنتمنى لكم أكيد أيام مليئة بالجمال والسعادة، ولا تنسوا تتابعونا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام وأيضا اليوتيوب، واللي ما عنده القناة على النايل سات بيقدر يتابع البث المباشر عن طريق اليوتيوب. وفي نهاية الحلقة في أمان الله.